على كل متمد في العالم أن يقول لي وطنا، وطني الذي أعيش فيه هو وطني الأم سوريا. ربما هي ليست رسالة مهرجان طائر الفينيق المسرحي التاسع لهذا العام فقط، بل هي رسالة كل سوري في كل أصقاع المعمورة. فبرعاية وزارة السياحة والثقافة افتتح في 7 من أيلول على المدرج الروماني في حديقة تشرين مهرجان طائر الفينيق التاسع. لنحكي أكثر عن فعاليات المهرجان بسرنا نرحب بسناء محمود، عضو بلجنة منظمة المهرجان المسرحي التاسع لطائر الفينيق، ورهف لبوس منسقة العلاقات العامة للمهرجان. نكون يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يسعد بديمش. صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. أهلا، صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية رح نبلش من عند حضرتك ست سناء، ما رح نحكي عن المهرجان بدورته التاسعة، رح نرجع شوي بالزمن ونحكي عن الفرقة تنظيميا، نحكي عن يمكن كل النشاطات ايمت بلشتوا ويمكن وصلتوا لهي المرحلة من بعد عمر مهني طويل. ايه اكيد، هو مرق عمر كتير زمن. يعني احنا فرقتنا تأسست عام 1999، بلشت بعروض مكشوفة. العروض المكشوفة يعني بالهواء الطلق، بلشت بالبلديات بالقرى لحتى نبعد عن نروح لعند الناس. الناس اللي عندهم على بيوتهم في مناطق ما بتقدر تنزل على المدينة، ما بتقدر تحضر مسرح، فنحن بنروح لعندها. هلا بلشت هيك السيستم الفرقة، ضلت تشتغل على هذا المنوال لحتى يعني أخذنا موافقة بإقامة مهرجان سنوي بال 2009. كان تجهز كورنيش طرطوس، كان في مكان وخرج ساحة مهرجانات. تم أول مهرجان، المهرجان السنوي الأول لمهر طائر الفينيق بال 2009، واستمر على مدى 9 سنوات. نحن هلأ بال 2017 مهرجاننا التاسع. طبعا فرقتنا ما وقفت أبدا، ما وقفت خلال الحرب على سوريا. كفينا سيستم مهرجاناتنا هو الهواء الطلق يعني المكشوف، فهيدي بشكل عام نبذة عامة عن فرقتنا. طيب خلينا نحكي عن هيدا، عن هي الدورة، كيف كانت التحضيرات، كيف كان التنسيق، خصوصا أول مرة في دمشق يقام، عادة في محافظة أخرى بيكون. هلأ بالعموم نحن فرقة، خليني أقول لك نحن فرقة أهلية، فرقة للهواة. كل الممثلين فيها وأكيب العمل اللي نحن شايفينه هون، يعني حتى إداريا يعني نحن مو مفرغين، يعني ما عنا تفريغ إنه حدا عم يشتغل وياخد راتب وإلى آخره، لا، نحن جماعة مفرغين، هواية، حب لهذا العمل. لذلك أحيانا بتشوفي إنه في بعض الأمور مختلطة، يعني عضو لجنة منظمة، مديرة علاقات عامة، ممثلة، عضو لجنة علاقات، يعني في متابعات كثيرة. فهذا خلى إنه نحن نوسع عمل المسرح، خلانا انه نحن نحب ننشر المسرح. المسرح الغايه، الاستاذ فؤاد معنا مدير الفرقه ومؤسسه، كانت غايته البدايه نشر المسرح بشكل افقي، يعني على مستوى شعبي، نروح لعند كل الناس، نحاكي كل الناس، ننشر المسرح وين ما رحنا. فكانت الدورات لحد الماضيه التاسعه، لحد التاسع بطرطوس، حبينا نقول نجي على جمهور دمشق، نحاكي جمهور دمشق، نزرع فكرة ثقافة المسرح للمكشوف. يعني معودين مثلا بدمشق، معودين على مهرجانات بالمدرج الروماني، غناء، فولكلور، ومنه مسرح، بس يمكن ما صارت انه مهرجان كامل هو مسرح. هلأ خليني اقول فقرات الشغل، من شان كمان نحن نعطي حق لكل حدا. عنا نحن بيتبدل عنا الممثلين، بيتبدل عنا حتى الإداريين، لأنه هواة يعني، عرفت كيف؟ فعلى مدى السنوات الطويلة كنت أنا موجودة في عنا هون الأنسي رهف، هي شاعرة وأديبة وطالب الطب سنة خامسة ومنسقة علاقات، ايه شاركتنا السنة بمهرجان طرطوس. نعم، خلينا نحكي مع رهف عن مهرجان طرطوس ومهرجان دمشق، وخلينا بالبداية نخصص مهرجان دمشق. كيف يمكن تم التنسيق وشو الفقرات يلي تم تقديمها على أرض الواقع، ويمكن كيف كان المهرجان بشكل عام؟ هلأ نحن بلشنا التحضيرات من فترة منيحة، هي نفس الفعاليات اللي قدمناها بطرطوس، جبنا الفعاليات قدمناها لهون. بلشنا بالموافقات وبالتحضيرات من قبل فترة لحتى نجي لهون يكون كل شيء جاهز.
طبعا بنتشكر وزارة السياحة ووزارة الثقافة على رعايتهم لمهرجاننا، بنتشكر كل الأشخاص اللي دعمونا وأمنوا لنا كل مستلزماتنا. وصلنا لهون، نحن في عنا في البروشور إذا بتحبوا تشوفوه، في عنا كان بكل يوم، نحن مهرجاننا 3 أيام، باليوم الأول كان في عنا عرض مسرحي واحد مونودراما بعنوان الوطن الشهيد، باليومين الباقيين كان في عنا عرضين مسرحيين وإلقاء شعر لشاعر من هون من دمشق. أعمالنا المسرحية اللي عرضناها بهاليومين هي كوميديا اجتماعية وكوميديا سياسية سوداء، طبعا مع الشعراء اللي شاركونا من دمشق. أعمالنا مثل ما تفضلت الأنسي سنة أو حكيت إنه هني هواة عم بينفذوها. هاي الأعمال اللي نحن عرضناها بدمشق كمان انعرضت بطرطوس. هلأ لقلك نحن حسينا بشوية فرق باليوم الأول. جمهور دمشق باليوم الأول كان الحضور متواضع شوي، يمكن إسا ما كانوا بيعرفوا بمكان المهرجان، يمكن إسا ما كان تواصل الخبر للكل، بس باليوم الثاني فعلا نحن كتير كنا فخورين بهذا الحضور. كان الحضور رائع 3 أضعاف اليوم الأول، كتير الجمهور متفاعل معنا، ونحن اليوم باليوم الثالث إن شاء الله كمان بيكون مثل اليوم الثاني وأحسن إن شاء الله. أكيد نتمنى لكم التوفيق. سناء، خلينا نحكي عن اليوم الأول والعرض لفرقة طائر الفينيق، وخصوصا أنك كنت عم تأدي دور البطولة. خلينا نحكي عن هذا العرض، شو اللي تميز، ولما تكوني مثل ما قلتي بمكان ومكان آخر، قديش في عندك مسؤولية وتحدي نوعا ما؟ يعني أنت عضو بلجنة التنظيم، كمان ممثلة وأخذ دور بطولة. هلا هو شوفي، هو صعب الجمع بين الحاله الاداريه والتمثيل، لكن انا بقول لك الحقيقه التمثيل بيقويكي حتى بموضوع العلاقات العامه. يعني انت بتحسي عم تحكي عن شيء انت عم تعاني منه او بدك اياه انت كممثله. يعني نحن كفرقه شو مستلزمات فرقتنا، شو تعب فرقتنا، شو مشاكل مثلا خلينا نقول اللي بتعترضنا بالحياه، لهيك بتكون عندك مسؤوليه اكبر انه لازم ينجح هذا العرض. تمام. يعني انا بعرف قديش هي الفرقه تعبت وتحدت الظروف، فالمسؤوليه بتكون اكبر لانه انت عم تقومي ببطوله العمل، فيعني في عليكي. لا هو يعني الشباب والصبايا بالفرقه كلهم ما شاء الله عليهم، يعني هواته حلوين وبياخذوا العقل يعني. لكن كان العرض الاول اللي هو مسرحيه الوطن الشهيد، يعني بتخص الوضع الحالي. احنا بنشتغل كوميديا سياسيه او كوميديا سوداء على مدى سنواتنا الطويله، حتى لو قدمنا اجتماعي بنخش فيه بالسياسي. يعني بنقدم اجتماعي، بنقدم كوميدي، في اسقاطات طبعا اسقاطات على الواقع. نحن بنقدم واقع، يعني احنا ما وقفنا، نحن بالقبل كنا نحكي سياسه سوداء، فما بالك خلال الازمه. وان شاء الله على بكره يا رب بتنضف سوريا 100% من الارهاب يا رب. بدي اقول انه الوطن الشهيد مسرحيه هي مونودراما. المونودراما هو مسرح يمكن اصعب من غيره، لانه انت لوحدك على المسرح، انت لحالك على الستيج، عم تقدمي مدة 30 دقيقة، في مسرحيات أكثر في 45 دقيقة، لكن هاي المسرحية عم تقدمي، بدك تمسكي الجمهور، بتابع معك الجمهور خطوة بخطوة، كلمة بكلمة، فمن هون بتيجي صعوبة الأمر. رهبة الجمهور بحد ذاتها، حتى لو كان إليك كتير زمان بتمثلي، رهبة الجمهور كتير يعني تخليك هيك لأول لحظة وقت بتوقفي على الستيج، إنه أنت يعني هيك عم تفكري إنه يا رب يلا، بعدين بس بلشتي بتمشي الامور تمام. نعم رهف، يمكن فقرات عديده مثل ما تفضلت وحكيت كانت موجوده بالايام الاولى والثانيه من ايام المهرجان، كيف تم حصر هي الفقرات؟ يعني بما انه هو اول مره بيقام بدمشق، كيف تم اختيار من مسرحيات ومن شعراء، كيف تم اختيارهم ووضعهم ضمن البرنامج، او شو هي الشروط يلي طلبتوها وتمت الموافقه عليها؟ هلا مثل ما قلت لك، هي المسرحيات نفسها اللي عرضناها بطرطوس حبينا نرجع نعيدها هون، لانه فيها حسيتوا فيها نجاح بطرطوس. كانت ناجحه تماما، كانت ناجحه بطرطوس وفيها افكار. يعني الكوميديا الاجتماعيه اللي قدمناها باليوم الثاني هي بعنوان فيس تو فيس، بتحكي عن انشغالات الشباب بالفيسبوك بوسائل التواصل الاجتماعي وكيف بينشغلوا فيها وبيلتهوا عن دراستهم او عن عيلتهم او سواء بعلاقاتهم، علاقات العاطفية وعلاقات الصداقة. حتى الكوميديا السياسية السوداء اللي انعرضت باليوم الثاني كمان كانت بتحكي عن فصول المؤامرة على سوريا.
أما بالنسبة للشعراء فنحن بنعرفهم من قبل، بنعرف قدراتهم، بنعرف إنه قادرين يوصلوا من خلال قصائدهم فكرة للشعب بمجالات متعددة، فتم اختياره. طيب سناء، خلينا نحكي قديش فعلا جميل يكون في مهرجان بالهواء الطلق مسرحي، خصوصا لدعم المسرح اليوم قبل الفنون. اليوم مثل ما قلتي يمكن ما في اي حدا يروح على المسرح ويحضر مسرحيه، قديش في يمكن دعم للمسرح ضمن ظروف الحرب اللي عم نعيشها، وقد ايه في تحدي لكم لتوصلوا لاكبر عدد من الناس؟ هو تحدي كثير كبير. رح اقول لك شيء، احنا لما عملنا المسرح بالبدايه مدير الفرقة ومؤسسها أستاذ فؤاد معلم كان في عنده تحدي عم يسعى إنه نحنا نوصل المسرح لكل الناس، عم يسعى إنه نحنا نقدم مسرح يحلم، عم بيحلم بإنه نوصل ليوم يقدم كل يوم كل يوم تصبي استيج بأي شارع بشوارع سوريا تقدمي فيه مسرح. تخيلي هذا الحال اللي نحنا نوصل له. هلأ نحنا مو إنه ضد الصالات، لا، بس حتى الصالات اليوم بعصر يمكن التطور والتكنولوجيا بتلاقي واحد قاعد البيت بيحضر مسرحية عن طريق التلفزيون عن طريق الانترنت، فهي هي الصعوبة انك تخلي الشخص يجي لعندكم يحضر لو كنتوا بالهواء الطلق او توصلوا اكبر عدد من الناس عن طريق المحافظات. يعني هلا هو بالنسبة للحضور على التلفزيون او على النت او غيره، يعني هو ما بيوصل ابدا مثل الحالة الحسية لما بكوني مباشر مع الجمهور. هلا اللي بدي اقوله نحن جمهورنا بطرطوس السنة المهرجان التاسع اتعود وصار حافظ وبيعرف موعد مهرجاننا بالثلث الثالث من شهر 8. يعني نحن يمكن بتخف الدعوات او الاعلام بطرطوس لانه بينطرونا، حتى في جمهور من خارج طرطوس بيجي بيعمل اجازته بالصيف، بتعرفي نحن على البحر، بيعمل اجازته بالصيف بالثلث الاخير من شهر 8 لحتى يكون هذا مواكب المهرجان. مواكب المهرجان، مهرجاننا بطرطوس يعني انت 5000 بني آدم قدامي حلو عم بيحضروا، يعني المهرجان عدد أيامه أكتر. سأبت السنة هيك، يعني عادة نحن عنا في مشاركات عربية بال2010 و2012 كان في مشاركات من خارج سوريا من 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 العراق من الجزائر من مصر، في محافظات سورية مشاركة، يعني في كان في 7 محافظات سورية شاركت بمهرجاننا بدءا من 2009 لحد 2016. السنة بس هي اقتصر علينا، يمكن تضيق شوي الوقت علينا، كان في مشاغل كثيرة، وخاصة انه نحن الحقيقة لا اخفيكي اخذ من جهدنا كثير برنامج نحن كلفنا فيه كفرقة، هو برنامج توثيق شهداء والجرحى لمحافظة طرطوس، تم تكليفنا فيه كطباعة الكترونية، يعني صوت وصورة وفيديو. فنحن حاليا كان في ضغط ومسؤولية كبيرة، احنا بلشنا فيه بال2013، يعني استنفذ جزء كبير من وقتنا، فيمكن هذا خلى انه نحدد شوي عدد الايام اقل، ما يكون في مشاركات كثير. بالعموم نحن بنطمح لنوصل ليوم وين ما تروحي تحسي فيه مسرح ان شاء الله. سناء خلينا نحكي مع بعض، يمكن من بعد إقامة هذا المهرجان ولأول مرة في دمشق، هل رح يكون في مهرجان التاسع لطائر الفينيق في دمشق؟ ويمكن شو هي النقاط يلي وضعتوها انه السنة الجاي رح يكون موجود في هاي المسرحية او هذا العمل او هاي المشاركة؟ يعني شو هو الملخص من بعد المهرجان يلي اقمتوه بدمشق؟ هلا بطرطوس التاسع، السنة الجاي العاشر، العاشر بدمشق الأول. نعم. إن شاء الله على شاعرة صديقتنا قالت لي أنا ما كتبت التاسع، كتبت الأول في دمشق. إن شاء الله رح يكون في ثاني وثالث ورابع وخامس بإذن الله. هلأ بدي أقوله نحن شوي كان عنا حتى بأمور دمشق كان في ضيق وقت. إن شاء الله السنة الجاي رح نحضر بشكل أسرع، رح يكون في تعاون أكثر لفرق من المنظمات الشعبية الموجودة في دمشق، الفرق الأهلية الموجودة في دمشق، يعني فولكلور، مسرح، طلائع، شبيبة، اتحاد نسائي، شو بتكون كشافة. يمكن هذا اللي ميز المهرجان، المشاركة العديدة. يعني هاي السنة كان في معكم شعراء، يعني ما اقتصر فقط على المسرح، عم تحاولوا تتوسعوا بأكثر من مجال. هلا بطرطوس كان في شعراء، هلا فيني اقول لك على عكس ما قلتي انه اقتصر فقط على المسرح والشعراء، وكان مقرر مسرح، فلكلور، العاب، مسابقات كامل متكامل نوعا ما. ايه طبعا ياخذ اكثر وقت
وللناس تتعود. الناس بحديقة تشرين تفاجأت، بقول لك اني معودين يحضروا مثلا غناء فولكلور، تفاجأوا انه مسرح. يعني كثير كان الجمهور رائع امبارح، كثير باليوم الثاني. الحقيقه شيء بيشجعك بشكل دائم انك تجي وتعملي فعاليات. رهف خلينا نحكي معك كمان عن المشاركه بهيدي المهرجان. حضرتك انت منسقه للعلاقات العامه، مشاركه باكثر من مجال، قد ايه انت كصبيه صغيره في لك تحدي ومسؤوليه لما تشاركي بهيدا المهرجان على مستوى كبير وفي يمكن عدد كبير من الناس مشاركين؟ طبعا في تحديات كتير وكتير بياخد من الوقت، بس كل شيء بتنظيم الوقت بيصير، وهيدا شيء انا بحبه. يعني انا من لما كنت صغيره بحاول اكتب شعر، كنت رائده بالتعبير الادبي وبالفصاحه والخطابه مع منظمه طلائع البعث، فدائما كان عندي هذا الطموح انه انا بدي القي، بدي اكون على المسارح، رغم اني طالبه طب بشري، بس في عندي هذا الحب لوقفه المسرح. ففرقه طائر الفينيق المسرحي عطتني هذا الفرصه، فحبيت كون معهم وبلشت اشتغل مع الانسه سناء بالعلاقات العامه، ننظم الامور وبقدم كمان على المسرح. فرغم كل التحديات هيدا شيء انا بحبه فبعمله، بنظم وقتي وعم بعمله. بس نعم. بيميزكم يمكن انه انتم مجموعه من الشباب، يعني عم تعملوا مشروع لكم خاص. نحن تقريبا عندنا بين العمر ال 14 سنه اصغر ممثل عندنا بالفرقه 14، واكبر حدا الانسه سناء، فعنا اعمار 17 ونص. فعنا كثير اعمار متفاوته، دراسات متفاوته، طلاب جامعات، اعمال متفاوته، فهذا بيعطي غنى للفرقه. حلو أكثر. هي التشاركيه، يعني في تنوع وتلون بالشخصيات والمشاركات والاتجاهات نوعا ما. فينا نقول برجع بقول لك هو ما له تفرغ، ما اني انت موظفه بمكان عم تاخذي راتب. يعني نحن حتى اذا بدك مو بس هيك، نحن عم نتيح الفرصه لمواهب ان عم نقدم لهم مسرح ستيج، تعوا اشتغلوا مثلوا الفوا. طبعا على فكره في ناس من عنا من الفرقه طلعت على المعهد العالي للفنون المسرحيه، في ناس عنا من الفرقه لاول مره بتكتب عمل نص مسرحي، وفي ناس لاول مره بتخرج نص مسرحي. انه المجال مفتوح قدامكم، هي الستيج موجود، دربوا على ارض الواقع، دربوا كونوا انتم. طبعا نحن بنحبهم، نحن الغايه قلت لك ما في اي غايه غير انه ننشر المسرح. على فكره بالملاحظه، يعني نحن هون كمهرجان دمشق مشكوره وزاره السياحه ووزاره الثقافه، وزاره السياحه قدمت كثير امور لوجستيه يعني مثل المنامه وغيره وغيراته، لكن خليني اقول لك وبصريح العباره ومو مخفيه على احد، يعني على عاتق مدير المهرجان، ماديا على عاتق مدير المهرجان، ومو غلط اصراره ارادته انه لا بدي اعمل مهرجان بدمشق، بدي اخلي الناس تشوف تجربه طائر الفينيق بطرطوس وين وصلنا، وان شاء الله راح يكون في ثاني وثالث ورابع لحتى نوصل. نعم. رهف انت شو شاركتي بهذا بالمهرجان؟ شو قدمتي؟ انا في عندي تقديم الفقره بغير التنسيق والعلاقات العامه. ما عندي شيء شعر؟ لا السنه، لا بلكي السنه الجايه ان شاء الله. نحن كثير كنا السنه محصورين بالوقت لحتى نلحق كل الشغل اللي بدنا نشتغله، فان شاء الله السنه الجاي بيكون في تقديم شعر. طيب كرؤيه شو رح تحضري للسنه الجاي، او شو في هيك شيء ببالك انت كاتبتي حابه انك انت تقدميه على المسرح كاول تجربه لك؟ هلا انا في بكتب كل المجالات، فشو بيشوف الاستاذ فؤاد انه مناسب نحن بنشتغله. نعم. رهف وسناء نحن كثير بدنا نشكركم، موفقين، واكيد بدنا نوجه تحيه لكل اعضاء الفريق اكيد، وموفقين لسنوات عديده بالمهرجان. شكرا كثير لكم. تسلمي، شكرا لكم. شكرا للاخباري السوري اللي بتابعنا بطرطوس وهون بدمشق، شكرا لكم. اكيد بدنا نشكركم الاخباريه السوريه وبرنامج صباحنا غير دائما، يمكن بيسلط الضوء على المواهب الشابه ودعم الشباب. كثير مهم اليوم ضمن ظروف الحرب اللي عم نعيشها يكون في عندنا مشاريع هادفه، فبنتمنى لكم التوفيق وتحيه كبيره لكل فريقكم طائر الفنيق.